مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار الساحل. بمناسبة الاحتفالات بأسبوع الصناعات التقليدية، تم تنظيم ملتقى تحت عنوان بين المصالحة مع التراث ومواكبة العصر، وذلك بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة. ويهدف الملتقى إلى دفع قطاع الصناعات التقليدية نحو الأفضل باعتماد التكوين المستمر والتجديد مع المحافظة على الأصالة، وكذلك إيجاد مسالك تصديرية جديدة ودفع الاستثمار في مجالات الصناعات التقليدية. اليوم أو ككل تونسيين والتونسيات نحتفلوا باليوم أسبوع الصناعة التقليدية واليوم لباس الوطني التقليدي. بالمناسبة هذه رأت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة باش يقيم التظاهرة هذه اللي تمثل أساسا في معرض الإبداعات الحرفية بالجهة، وندوة تعالج موضوع الأصالة والمعاصرة، الأصالة المعاصرة في صناعتنا التقليدية. ومعناها السلعة من المغرب ومن الصين ومن كنت حاكك في التاجر حرفي تمس، وإن شاء الله ترى يرجع السوق باك باش معناها يلقى الصناعي أو الحرفي يلقى وين يوزع، معناها الترويج. الخل الكبير هو الترويج، هذا ما فيماش ترويج ما فيماش شب، حيث معناها واحد عندي يعني مشاكل اللي تخص الواحد احنا واقفين معاها وتتحل الامور هذه برشا مشاكل. انطلقت فعاليات الايام العلميه في سوسه من 20 إلى 23 من مارس الجاري حول الاقتصاد والماليه والتسيير الى جانب البرامج التكنولوجيه. تمثلت في الملتقى الدولي الخامس للاقتصاد والتسيير والتجاره العالميه والتكنولوجيا بحضور دكاترة وخبراء من كل من تونس، الجزائر، المغرب وأستراليا، وذلك بهدف التبادل والتلاقح بين أنواع الاختصاصات المختلفة داخل المؤسسات الكبرى والوسطى والصغرى، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة في تونس والمغرب العربي عموماً، إلى جانب المؤسسات العائلية التي تعتبر ركيزة الاقتصاد في المغرب العربي. اليوم عندنا بدينا البارح في نهار 20 حتى 23 مارس في سوسة أيام علمية فيما يخص الاقتصاد والمالية والتسيير إلى جانب البرامج التكنولوجية، متمثلة في المؤتمر ولا الملتقى الدولي الخامس للاقتصاد والتسيير والتجارة العالمية إلى جانب الملتقى الدولي الخامس للتكنولوجيا. يعني هما زوز ملتقيات عملهم في نفس الوقت حتى يتم يعني تبادل وتلاقح يعني بين انواع الاختصاصات المختلفه. انا في المشاركه تاعي باش نمثل يعني في الجانب هذه المشاركه تقديم عرض بحث قمت به في اطار تطوير التامينات، قطاع التامينات في الجزائر، ومدى مقارنه مع قطاع التامينات في تونس. بادرت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنظيم ورشة تدريبية لفائدة عدد من الإطارات الأمنية والاجتماعية بولاية سوسة، وذلك بهدف مساعدتهم على بناء قدراتهم في مجال حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وتوفير الحماية اللازمة لهم، وذلك وفق ما أفاد به رئيس هيئة الهلال الأحمر بحمام سوسة وسيم جمعة. حقيقة الأمر يعني يوم ممتاز، حقيقة نشكر المفوضية تاع اللاجئين وكذلك الهلال الأحمر اللي ما بعضهم عملوها اليوم هذايا للأمنيين وللشؤون الاجتماعية. الواه أردنا باش نعرفوا الأخين اللاجئين في تونس، وعنا كمان عدد منها أمبورتان السوريين حسب يقولوا الخيان 650 تقريبا في سوريا، لكن نحن باش نقولوا يعيشون بيناتنا وخيان او اشقاء اخرين. راهو لابد كل انسان يعرف حقوق الواجبات نتاعو، امن خاصه يعرف حقوق الواجبات تاع الخيان هذوما،
وبطبيعة الحال يعرف وقت نجم يطبق القوانين كما ينبغي وتحفظ كرامته اللاجئ هنا في تونس باعتبارها دولة يعني مضيافة وتقبل كل شيء. وكذلك فما الصبغة الاجتماعية وكعلاش حاضرين اليوم مشكورين، فما ألفوا الناحية الأمنية وكذلك فما شؤون اجتماعية اللي هي حاضرة، لأنه فما بعد اجتماعي لاجئ يجيك لنا إلى عقد هو كلمة اسمه فيه كلمة لاجئ. نظمت الغرفة الفتية العالمية بحمام سوسة الخاصة بإقليم الساحل منتدى تكويني تحت عنوان أسيس دو برانتون بحضور مكونين للتكوين في فن الخطابة والمناظرة. وقد امتاز المنتدى بإقبال كبير من أعضاء الغرف قارب 100 مشارك كانت لهم فرصة للتعرف والنقاش. كما تشوفوا اليوم لزاسيس دو برانتون تنظيم حمام سوسة عنا شرف التنظيم في إقليم الساحل. Les assises du printemps تصير فيهم لي كونكور لي دوزير اوراتوار والديبيتينغ اوراتوار فن الخطابة. ديبيتينغ هو سيستم ايكيب تتكون من ثلاثة ما بين كل ايكيب، فما واحد بورت بارول ويصير النقاش يتكون يصير نقاش ومن بعد فما جيري تحكم على الريزلتات في الاخر. زون سي في الجون شامبر هي الاقليم الوسط الشرقي. في الجون شامبر مقسمين على عده اقاليم، منهم الاقليم الوسط الشرقي اللي هو يلم الغرف نتاع ولايات سوسه والمهديه والمنستير. احتفلت بلديه حمام سوسه بمرور 60 سنه على تاسيسها تحت اشراف كاتب الدوله للشؤون المحليه والبيئه شكري بن حسن ووالي سوسه فتحي الديره. الشارع مثل فضاء للاحتفال من خلال تنظيم كرنفال شعبي، وقد وكب هذا الكرنفال جمع غفير من المواطنين الذين تفاعلوا مع عربات صورت بعض العادات والتقاليد في مدينة حمام سوسة، وعروض أخرى قدمتها فرق نحاسية وجمعيات رياضية ومنظمات وبعض المركبات الطفولية. وتم خلال هذا الكرنفال تكريم بعض الأشخاص من مدينة حمام سوسة عملوا في المجال البلدي. أشرف السيد فتحي بديرة ولي سوسة على الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وثلة من الإطارات الجهوية الأمنية والإدارية ومجموعة من المناضلين. وبالمناسبة أدى الوالي رفقة الإطارات الحاضرة النشيد الرسمي وتحية العلم، وألقى كلمة ترحما على شهداء الوطن الذين استشهدوا في سبيل تحريره. كما تولى السيد عادل الخبساني والي المنستير رفقة الإطارات الجهوية بالمنطقة تلاوة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء مدينة المنستير تقديرا لتضحياتهم وأرواحهم الزكية التي راحت في سبيل الوطن. كما تمت قراءة الفاتحة على روح المرحومين محمد مزالي والهادي نويرة اللذين شغلا منصب وزير أول في عهد الزعيم الراحل. أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية سلمى اللومي رفقة ولي سوسة سيد فتحي بديرة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية على افتتاح فعاليات الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة، حيث تولت زيارة مختلف الأجنحة واعتبرت أن الصالون شهد تحسنا كبيرا بالمقارنة مع الدورة الفارطة. هذا وأبرزت أهمية عرض المنتوج السياحي التونسي من خدمات فندقية وتكوين سياحي وصناعات تقليدية، وعبرت عن تشجيعها للمهنيين والمختصين في هذا المجال، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالسياحة ودفع الحركة الاقتصادية للبلاد. أعلنت شركة جوجل يوم الثلاثاء الفارط عن إطلاقها لخدمة ستريت فيو بتونس في 15 مدينة، منها 4 مدن في إقليم الساحل وهي الجم، سوسة، المهدية والمنستير. وتعد خدمة ستريت فيو ميزة تابعة لخرائط جوجل والتي تمكن مستعمليها من التجوال افتراضياً بتقنية 360 درجة بأماكن عديدة حول العالم كالفنادق والأحياء السكنية والمعالم الثقافية والتاريخية. وقد تم تجميع صور ستريت فيو من خلال سيارة مزودة بتكنولوجيا متطورة للتصوير بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وبهذا أصبحت تونس أول بلد مغربي يتمتع بهذه الخدمة.
شهدت مؤخرا مدينة الجم من ولاية المهدية تجدد الاحتجاجات وتوسعها على أغلب مناطق المدينة عبر أغلاق الطرقات بصفة تامة مع إحراق العجلات المطاطية، مما دعا الوحدات الأمنية إلى التدخل واستعمال الغاز المسيل للدموع في هذه الاحتجاجات وإيقاف 10 محتجين إلى حد الآن. وللإشارة فإن هذه الاحتجاجات في مدينة الجم تأتي بعد مطالبة بعض الأهالي بغلق نقطة بيع خمور بالجهة، وكانوا قد تلقوا وعوداً من الصورة الجهوية، غير أن هناك تحركات نحو مواصلة العمل بها. في أخبار الرياضة، وبمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال 61، انطلقت فعاليات الماراثون المصغر بسوسة في دورته الثالثة، حيث شهد احتفالات وحضوراً جماهيرياً كبيراً، وتميز بمشاركة جميع الأعمار، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 1000 مشارك. كاميرا ساحل تي في وكبت الاحتفال ونقلت لكم هذه الأجواء. قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد يوم الخميس الماضي هزيمة الترجي الرياضي التونسي في مباراة الكلاسيكو ضد النجم الساحلي، والتي توقفت في أواخر الشوط الثاني نظراً لرمي الشماريخ من قبل جماهير الترجي على الرغم من تقدمه في النتيجة. كما تقرر معاقبة الفريق باللعب دون حضور الجمهور لثلاث مباريات مع خطية مالية تقدر بألف دينار. استعداداً لفعاليات بطولة أفريقيا للأندية البطلة في الكرة الطائرة النسائية المزمع تنظيمها بين 14 من أبريل المقبل بولاية المنستير، انعقدت يوم الأربعاء الفارط بمقر الولاية جلسة عمل تحت إشراف السيد عادل الخبثاني ولي المنستير، وبحضور السيد طارق البكوش المعتمد الأول والسيد محمد سعيدان عضو مجلس نواب الشعب وثلة من الإطارات الجهوية الإدارية والأمنية، خصصت لتنظيم الاستعداد وتحديد القاعات الرياضية التي ستحتضن حصص التدريب والمقابلات خلال هذه البطولة الإفريقية. بأخبار الرياضة مشاهدين الكرام نصل إلى آخر نشرتنا الإخبارية، دمتم في أمان الله. أكثر تفاصيل تتابعونها يوميا على موقع الويب www.soustv.net.